ايوه سرنج، هات الاشعه يا عم وتعالى بسرعه. لا الاشعه دي بتاعت ابويا وانا عايزها يا عم، ما تخافش مش هديها لدكتور تاني يا سرنج. انا عايز الاشعه دي يا عم علشان هو ده يعتبر الميراث الوحيد من المرحوم ابويا الله يرحمه. أيوة وبعدين انا ما عنديش صوره ليه يعني، فدي الاشعه دي مش صوره برضو. طيب يلا هاتها بقى عشان عايز ابروزها واحطها معايا في البازار. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دول؟ يلا يا رمزي، الفرشه بتاعتك هنا ليه؟ انا مش قايل لك 100 مره زفت الفرشه اللي انت بتنام عليها، شيلها ما تقوم. انا اسف يا دول، مش هعمل كده تاني. اسف ايه وهباب ايه؟ ما انا قلت لك 100 مره، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ ولا شيل الكلام ده، شيل الكلام ده، انا واتكل على الله. يا دول انا اسف بقى يا دول بقى، معلش. معلش وايه التمثال ده؟ التمثال ده احنا مش بعناه امبارح؟ ايوه، ما الزبون جه رجعه النهارده الصبح. ورجعه ليه النهارده الصبح؟ وبعدين مين اللي كسر مناخيره كده؟ الزبون يا دول هو اللي كسر والله. طب والزبون كسر مناخيره ورجعه، تاخده منه ليه؟ هو انا ناقص خساره؟ الزبون دايما على حق يا دول، حتى تثبت ادانته. خلاص حتى تثبت ادانه الزبون. بس يلا بس يلا يا دول. وبعدين احنا ممكن نبيعه تاني، مش مفيش خساره ولا حاجه. ونبيعه على اساس ايه بقى؟ على اساس ان ابو الهول بالمناخير المكسوره دي؟ ايوه يا دول، اديك قلتها، هو ابو الهول. وبعدين مش ابو الهول ده بيقرب لتوت عنخ مأمون؟ نهار يا سيدي، وكمان مش عارف اسم البضاعه اللي انت بتبيعها. لا انا خلاص خلاص بجد يا رمزي، انا زهقت منك. أنا اطلع بره. انا اسف يا دوله، مش عارف. اسف انا مش عايزك معايا في البازار. يلا يلا اطلع بره. انا اسف. خد 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 الزباله بتاعتك دي كمان واتكل على الله. اطلع بره. دي زباله دي؟ اه زباله. ماشي، على فكره بقى انت هتخسرني. هخسرك بس اكسب البازار، اكسب مره واحده في حياتي. اطلع بره. ماشي ماشي ماشي. انت هتفضل مقضيها ماشي؟ طب ما تمشي. امشي يا رمزي. ماشي. ايه ده؟ انا مشيت رمزي؟ يعني انا دلوقتي قاعد من غير رمزي؟ معقوله؟ ده ايه الحلاوه اللي انا فيها دي؟ ده ايه اليوم الجميل ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك. امال الاستاذ رمزي فين؟ استاذ رمزي؟ لا خلاص الحمد لله ما بقاش في حد بالاسم ده. انا سرنجه التمارج اللي شغال عند الدكتور اللي فوق، وكنت جايب له الاشعه بتاعته اللي طلبها مني. اشعه؟ رمزي طالب اشعه؟ اه الاشعه بتاعته. طيب انت ممكن تسيبها لي يعني، انا اديها له ان شاء الله. لا دي عليها فلوس. اه يعني خسايره بعد ما يمشي كمان. عليها كام؟ 20 جنيه بس. لا حاضر، اتفضل ادي 20 جنيه. اه ماشي، اتفضل يا شباب. شكر قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ رمزي عمره ما قال له انه عيان. ده اشعه مخ. ده مخ حمار. مساء الخير يا استاذ عادل. مساء النور. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اتفضل. خير؟ كلمتني قلت لي عايزني في حاجه. يا سيدي انا كنت عايز منك تمثال صغير زي ما قلت لك في التليفون. اصل انا مسافر اليابان عشان عندي مؤتمر هناك، وكنت عايز اهادي صديق ليا هناك بيه. لا قوي قوي. حجمه قد ايه حضرتك؟ صديقي؟ لا التمثال اللي هتديه لصديقك يعني. بقول لك صغير كده. اه عشان يتحط في الشنطه بتاع عينيا. حاضر. استاذ عادل، هي الأشعة دي بتاعتك؟ ليه حضرتك خير؟ بتاعت واحد قريبي. ده حالته ميؤوس منها خالص. ميؤوس منها؟ يعني إيه؟ يعني هيموت؟ طبعًا هيموت. يا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رمزي هيموت. طيب حضرتك قدامه قد إيه؟ بص أنا مش هقول لك زي بتوع التلفزيون والسينما والكلام الفاضي ده، فاضل له 6 أشهر ويموت، فاضل له سنة ويموت، الكلام ده علميًا خطأ جدًا. مفيش حد يقدر يحدد هو هيموت امتى بالظبط. هو قدامه بالظبط 16 يوم و3 ساعات و56 دقيقة من دلوقتي. طب حضرتك يعني هو عنده ايه بالظبط؟ ورم في المخ في حالة متأخرة جدا. ياه، وجاله منين ده بس؟ الورم؟ لا المخ ده. عادل الترابيزة بتلمع يا حبيبي؟ عادل يا حبيبي انا بكلمك، مالك قاعد متضايق كده ليه؟ انا اصلي طردت رمزي النهارده من البازار. طب فين المشكله؟ ما انت كل اسبوع بتطرد رمزي من البازار وبترجعه تاني، هو اصلا ملطشه واخد على كده. المره دي بقى مش هينفع ارجعه تاني. ليه يا حبيبي؟ هو مسافر. هو مسافر، هو من جهه مسافر مسافر. ايه يا عادل مالك؟ رمزي ماله؟ فيه ايه؟ رمزي عيان قوي يا ماما، عنده مرض خطير وهيموت ان شاء الله في خلال 16 يوم. يا حبيبي. يا عادل يا حبيبي
عادل انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف يا بيبي ان انت عندك احساس مرهف للدرجه دي اتجاه رمزي بالشكل المقحف ده. والله ولا انا كنت حاسس بكده ولا كنت عارف ان انا يعني هحس بكده يعني ده. طب فزع عادل قلبي. طب ليه يا حبيبي ما فكرتش انك انت تعالجه؟ يا ماما حالته الدكتور بيقول ان هي ميؤوس منها خالص يعني، وبيقول 16 يوم 16 يوم. طب وايه الحل دلوقتي؟ الحل يا ماما ان شاء الله انا بفكر ان انا اقعده من الشغل عشان يرتاح اخر ايام في حياته، وبفكر كمان اجيبه هنا في البيت يعني عشان يعيش اسعد ايام حياته قبل ما يتكل يعني ان شاء الله. لا طيب معلش مش مشكله. وبعدين في حاجه ثانيه كمان مهمه قوي يا جماعه، بالنسبه لك يا رانيا تفهمي مامتك وتفهمي اختك يتعاملوا معاه عادي يعني من غير ما يحسسوا انه هو هيموت عشان ما يموتش قبل ما يموت في الميعاد اللي هيموت فيه يعني. وانت برضه تقولي لسنا يا ماما عشان يعني ان شاء الله يلا هانت يعني 16 يوم ان شاء الله. رانيا ما تكرهونيش بقى قبل ما يموت. ايوه جاي روس على شيشه نضيفه بلاها نضيفه مع قهوه ساده الاستاذ رمزي. ازيك يا رمزي؟ رمزي انت زعلان مني ولا ايه؟ يا ده رمزي ده احنا اصحاب يالا واولاد عم واخوات ومتربيين مع بعض، لازم ترجع الشغل يا رمزي. رمزي يعني المفروض ما تزعلش مني يعني يا رمزي، حتى لو اتنرفزت عليك شويه يعني احنا اخوات. لعلمك بقى من ساعه ما انت سبت البازار والبازار بيحقق خساير فظيعه ما حصلتش. احسن اخيرا اخيرا عرفت معنى وجودي وقيمه وجودي في البازار بتاعنا ده. طبعا يا رمزي عارف قيمه وجودك يعني، ده لعلمك انت اهم واحد في البازار اهم من التماثيل كلها. طيب بص يا دول انا هفكر يعني، على فكره انا جالي عروض كتير قوي يعني من بازارات مختلفه لما عرفوا خبر الفسخ بتاع العقد ده اتسرب يعني، ده انا لسه جايلي عرض من بازار ريال مدريد. ولا انت استهبل يالا هتعمل لي فيه عماد متعب؟ عرض ايه اللي جالك من ريال مدريد يا شفت يا دولا صوتك بيعلى عليا تاني وفي حته غير البازار يا دولا. ماشي لعلمك بقى انا دماغي دي توزن بالك. دماغك اقعد. طيب يا رمزي اقعد. طيب يا رمزي رمزي انا بهزر معاك، ما تاخدش كل حاجه بجد كده يا رمزي. لعلمك بقى البازار مليان شغل كتير لان التماثيل كلها بقت متربه. ايه ده التماثيل حبايبي دولا وتمثال امين حتب مطرب برضو؟ امين حتب امين حتب مسميه امين مطرب وبيسال عليك بيقول في الرمزي يجي ينظفني. حبايبي ابقى نظفه انت بقى، انت هتكلفتني ابقى نظفه انت. خلاص يا رمزي بقى ما تزعلش بقى وما تقفش كده على كل حاجه. يلا يا رمزي بقى هتيجي معايا على البازار يلا. ماشي يا دولا ماشي، يعني انا مش عارف اقول لك غير ماشي، بس انا ليا شرط يعني، انا عايز فتره راحه 15 يوم يعني فتره راحه استجماتيزم كده. استجماتيزم؟ طب ليه 15 يوم؟ ما هم 16 يوم وبعد كده هتاخد راحه اجباريزم. تعالى يا رمزي خش يا ابني خش بيتك ومطرحك. انت مكسوف ولا ايه؟ لا ما انا عارف يا دولا بيتي. وكويس طبعا ان انت جبت الدولاب بتاعك معاك ما شاء الله. يا رانيا رانيا خير يا عادل؟ انا جبت رمزي معايا اهو. لا حول ولا قوه الا بالله، ما مش عارف اقول ايه. بقيه في حياتك يا رمزي بالبقيه في حياتك وانت من اهله. بقيه في حياه مين يا دولا؟ ايه ده؟ في حياتنا جميعا يعني ان شاء الله كل اللي عايشين بتبقى البقيه في حياتك. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ معقوله تقولي له بقيه في حياتك؟ كريه يا حاتم امال هقول له ايه في موقف زي ده؟ سيبيه. رمزي ازيك يا رمزي؟ قلبي معاك يا حبيبي والله هتوحشني قوي والله. ربنا يخليك يعني يا مرات عمي والله. دولا هو انا مسافر ولا حاجه؟ ولا انت جايب لي عقد عمل في الخليج؟ هو عقد عمل بس مش في الخليج يعني، وبعدين مش عقد عمل عقد عمل، هو بتبقى ورقه صغيره كده من الصحه يعني. دول انا مش فاهم حاجه يا جماعه. طيب انا هنام فين بقى دلوقتي؟ انت يا سيدي هتنام في اوضتي يا رمزي. ربنا يخليك يا رب يا دولا. اكيد خايف اسيبه لوحده في البازار. انت بتفكر بحيث ان انا ما اسمعكش قدامي يعني؟ والله يوحشني غباوتك دي، والله توحشني غباوتك دي. احنا هننام فين؟ ايه يا رانيا؟ هننام في اي حته
وهي كلها 16 يوم يعني، ونرجع ننام تاني في اوضتنا يعني. عادل عادل مات. بقولك ايه عادل، مين اللي بدأ؟ ما شاء الله ما تغير اساسا، انا بردانه ومش عارفه انام. لو سمحت ما تسحبش اللحاف. طب اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش كفايه ان انا نايم على الارض، انا مع الارض وكمان من غير لحاف. وانا مالي؟ انا مالي؟ انا مالي دلوقتي؟ احنا مش لعبنا ملك وكتابه يا ابن الناس؟ وانت طلعت كتابه يعني انا اطلع انام هنا على الكنبه وانت على الارض؟ ولو بردان اتفضل روح هات اللحاف من جوه من الاوضه. ايه؟ اجيب اللحاف من جوه من الاوضه؟ حرام عليكي، يعني عايز انا اخش اصحيه؟ يعني كفايه بس الكام يوم اللي فاضلينه في حياتي دول ينامهم؟ حرام عليكي، حرام عليكي. بص يا عادل، انا عايز اقول لك على حاجه، انا مستحمله علشان انا عارفه احساسك المجحف المرهف اتجاه ابن عمك، لكن انا هو ده اللي مصبرني، غير كده انا حطق، لان انا مش عايزه اقلب البيت على دماغك. ايه يا دول؟ ايه يا ابني انت وهي؟ ايه الصوت العالي ده؟ انا مش عارف انام. لوك 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 وراغي وملك وكتابه، ملك وكتابه ايه بالليل ده؟ معلش احنا يعني متاسفين جدا يا رمزي، احنا خش نام انت يا حبيبي، خش نام. خلاص يا سيدي، قبلت اسفك، بس ما تتكررش تاني، والا والله العظيم ارجع البازار تاني. انا فاهم فاهم. لا خش انت، يلا تصبح على خير، تصبح على خير، خش نام. انا عايز اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ معلش يا راني، هعمل له ايه يعني؟ هروح اقتله ولا موته؟ ما انت عارفه كلها 16، لا 16 يوم ايه ده، كلها يعني 15 يوم و3 ساعات الا ربع وخلاص. يا غرف داهيه، برضو عايزه اعرف هو بيكلمك كده ليه؟ يا رانيا، رانيا مش معقوله يعني. احنا اسفين يعني بالنسبه للازعاج يا رمزي، مش هيحصل. لا رمزي نو اللحاف انت نو نو رمزي ايه ده؟ رمزي ايه ده؟ رمزي مات واتبخر ولا ايه؟ رمزي يا رانيا، يا رانيا، رانيا في ايه؟ في ايه يا عادل؟ مش عارف، مش لاقي رمزي. يظهر مات واتبخر ولا حاجه، وسايب لنا حاجه من ريحته، شامين الريحه. قلت لكم يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منه، شكله كده مشي وما عجبوش القعده في البيت. يعني ايه مش هيكون راح فين؟ ما هو لو كان مشي كنت انا حسيت بيه وهو خارج. وانا ما شفتوش وهو خارج من الاوضه. امال يعني هيكون راح فين؟ انا مش فاهمه انا ايه الغفله اللي احنا فيها دي طول. رمزي؟ هو نايم؟ يخرب بيتك، على طول نايم على الارض، ما يعرفش ينام على سراير ابدا. لما هو هيتهب ينام على الارض، ايه اللي احوالي ما كانت تلقح بره وكنا احنا قعدنا في اوضه المعيشه الزوجيه يا عادل. معيشه زوجيه ايه؟ مش وقت اللغه العربيه خالص دلوقتي. اوعي لي، اوعي لي يا رانيا، اوعي لي. يا رمزي، 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 ايه ده؟ رمزي كان جزمه، كان جزمه. ايه الدوشه دي يا جماعه؟ ايه الدوشه دي؟ انا مش قايل مفيش صوت من امبارح؟ ها؟ وبعدين مين اللي فتح الباب كده من غير ما تستأذنه؟ ما اعرفش انام يعني نون ولا ايه يعني؟ حضرتك انا عايز مقبره يعني تليق بواحد قريبي اللي هيدفن فيها، فاتمنى انها تكون مقبره فرعونيه، نظرا لان انا راجل اعمال بشتغل يعني في الاثار وكده، فتكون مقبره فرعونيه وعليها نقوش فرعونيه. فرعوني فرعوني، تحب حضرتك اعمل لك مسله امام المقبره؟ مسله ماشي اوكي، بس هو يا دوبك على قد المسله، يعني مش معقوله نخش بقى نعمل معبد مثلا زي بتاع الكرنك، ولا نعمل زي الاهرامات عشان ندفن فيها، لان اساسا المسله هو مش فاهمها يعني. حضرتك اهم حاجه بقى الرموز والحاجات اللي فيها دي. يعني النقوش. نقوش تدل على المتوفي، يعني مثلا تاريخ حياته، البطولات والمعارك اللي اشترك فيها، شجاعته. هو حضرتك ما عندوش لا تاريخ ولا جغرافيا ولا شجاعه، لكن لو هنعمل بقى يعني رموز ترمز ليه بما انه هو يعني رمزي يعني، فحضرتك ممكن الرموز دي مثلا يبقى حمار، تماثيل مكسره، حرائق، خسائر، جزمه، دي كلها حاجات ترمز ليه يعني. السلام عليكم، ازيك يا دوله؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا رمزي، انت ايه اللي جابك من البيت يا ابني؟ بصراحة دولة انا زهقت من قعدة البيت دي يعني، وبعدين كل اللي في البيت شكلهم زعلانين. دولة ده كأنهم حد هيموت لهم مثلا. حد هيموت لهم ايه يعني؟ هو مين الأستاذ؟ الأستاذ ده انا زي ما تقول كده هو يعني وكيل اعمال، واللي من غيري ما يعرفش يمشي اي حاجة في البازار، وابن عمي كمان. دولة بقولك هو مين ده وانه عايز ايه؟ بعدين ها أستاذ، قلت ايه بقى؟ يعني ان شاء الله امتى حضرتك هتبقى جاهز بإذن الله؟ اسبوع واجل حضرتك اخد مقاس الموميا، والمقبرة ان شاء الله هتكون جاهزة بعد اسبوعين من دلوقتي. ايه ده؟ دولة انت اكتشفت في مقبرة ولا ايه؟ دولة دولة والنبي يا دولة، انا اموت واشوف مقبرة. تموت وتشوفها؟ ما انت لو مت مش يعني، بس المقبرة موجودة، هتشوفها ان شاء الله. مش هتشوفها بس ده. ايه ده؟ الله، ما فتحوا فرن في الحمام ولا ايه؟ بلاش هزار يا عادل، ما تهزرش، كفايه ان انت السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه ايه؟ رمزي ابن عمك اللي جايبه يعيش معانا هنا. انا مش قادره افهم هيعيش معانا هنا ازاي؟ هي المصياده ناقصه فرنان؟ عزك المشرحه ناقصه قتله؟ يا جماعه حرام عليكم، دي اخر حاجه هيعملها قبل ما يموت. معلش يعني نستحمله شويه، يعني هو احسن يكون حصل له حاجه في الحمام ولا حاجه، ولا استنى اشوف، احسن يكون مات. رمزي ما بيردش يا ابني، ده بقاله ساعة في الحمام مش عارفة هو بيعمل ايه. انا قلقان، ده لو كان بيركب مواسير العمارة كلها كان خلص يا عادل. معلش يا جماعة، هو يمكن عايز يشبع من الحمام قبل ما يتكل يعني. ياسمين قلتلك مليون مرة اوقفي في مكانك، خليكي حاجزة احسن حد ياخده. حاضر يا ماما. ماما نسيت الشامبو تاني، ممكن تحجزي لي مكاني؟ طب بسرعه ياسمين، شوف محدش ياخد مكاني. مامي ياسمين يا مامي، ارحموني بقى ارحموني، لحسن جوزي ده انا عارفاه ممكن يجيب بنت خالته تنام على الكنبه وانا انام في المطبخ. انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ وانا ناقص يعني هنام في المطبخ فين؟ انام في الكازارول؟ لا انا بقى اما حضرتك تنامي في المطبخ. يا اخوانا والنبي مش ناقصه تقطيم، احنا نستحمل الواد بس لغايه اما يتكل. حرام عليك يا اخي، ده ابن عمنا برضه. انا كده اكب الشاي وارجع كده. ها يتكل، ده عاوز يشرب شاي. لا بس هو الحقيقه ما قالش اذا كان عايز يشرب شاي في فنجان ولا في كوبايه، كان لازم يوضح. بطلوا افترا بقى يا رانيا، ما الراجل واضح قال هيشربه من بوز الابريق على طول. ما اشربش الشاي عشان ازوز، انا ما اشربش الشاي. انت ده مش عايز يشرب شاي، ده عايز يشرب كزوزة. ده بقى انا عايز يفطر في الحمام. يا جماعة حتى لو عايز يفطر في الحمام نحقق له اخر رغبة في حياته والنبي يا جماعة. يعني ايه نشربه شامبو وصابون ويسقي بالليفة في البطاس؟ الكلام ده لو عايزين نعمل له غسيل معدة، احنا مش عايزين نعمل. ايه الدوشة اللي انا عايش فيها دي؟ ايه دول؟ الواحد ما يعرفش يقعد في الحمام براحته يا عم، يقرا مجلة سمير وتهته. لا اقرا براحتك. يا سهل. المهم يا دول حضر لي بقى الفطار بتاعي بسرعه. حاضر. تحب تفطر ايه يا رمزي؟ الواحد يا دول بيبقى على الصبح يعني ملوش نفس كده، هون اعمل لي سندوتش ملوحه او فسيخ او رنجه او اي حاجه زفره وخلاص يعني. عينيا في حاجه تانية؟ ايه هتعرف تجيبهم ولا عينيا ولا ايه؟ لا عينيا اجيبهم لك طبعا. مرعوب، خايف اسيب له البازار يقعد فيه لوحده يغرق. معلش يا رمزي، اما تفكر مع نفسك ابقى فكر بصوت داخلي يعني، ما تطلعش صوتك بره عشان اسمعك. والله توحشني غباوت. يلا انت سمعت؟ غور. ايه دول ما غور. ماشي. كده فاضل بالظبط 5 دقايق ويموت. انت متاكد من الموضوع ده يا عادل؟ متأكد. إيه اللي متأكد؟ متأكد جدا يا اخوانا، الإشاعة بتاعته موجودة اهو، وده حسب التوقيت المحلي للدكتور. جايز، الله أعلم. يا رب ده عمره ما قال أي، ولا عندي أي صداعات ولا أي حاجة خالص. أيوة، لأنه ممكن يبقى المرض الموقوت المدفون اللي ممكن ينفجر في أي لحظة مؤقتا. يا نهار أبيض، لا ينفجر فينا ويموتنا. يا ماما ما تخافوش يا ماما، المرض ده مش معدي. ثانية واحدة. وحدوه. لا اله الا الله. انا جاهز دلوقتي وكل شيء جاهز على التنفيذ. التسليم امتى؟ انت ليه محسسني يعني كده هو ان احنا بنهرب ممنوعات ولا حاجه؟ قصدي تسليم الامانه عشان نشوف شغلنا.
يعني انا في انتظار دلوقتي ان شاء الله اول ما يحصل خليك انت تحت، هصفر لك تطلع على طول. حاضر ماشي، انا في الانتظار تحت ومستني. وحدوا لا اله الا الله. الحمد لله ان الجلابيه السوداء اللي انا اشتريتها نفعت اهو. وانا كمان اخيرا لقيت لي الشيل بتاعي لازمه. يا جماعه راعوا شعور يا جماعه، بتتكلموا على الموضه في عزا، معقوله راعوا شعور الراجل جوه هيموت يا اخوانا. افتكرت يا عادل، والله ده انا كنت نسيت. والنبي خش يا عادل شوفه ودع ولا لسه. ماشي هخش اشوفه، ربنا يسهل ربنا. يو مين اللي جاي تاني ده؟ وحدوه. لا اله الا الله. انت لسه ما صفرتش يا عم. انت محسسني ليه ان احنا داخلين مغاره علي بابا؟ قلت لك اما يحصل ويسافر هصفر لك. يلا. حاضر ماشي. وحدوه. لا اله الا الله. يا جماعه يعني انا حاسس بجد يا اخوانا ان احنا مقصرين بشكل ما، انا مش عارف ازاي لكن حاسس ان احنا مقصرين. انتوا ايه رايكم؟ يا عادل ما تخش تشوف الراجل خلص جوه ولا لسه؟ عشان عندي ميعاد يا عادل. انتوا رايحين تعزوا ولا ايه؟ لا احنا لسه بنستعد للعزا يعني، مالكش انت دعوه بالموضوع ده، خش انت موت يا قصدي خش نام. لا يا عم انا مستريح كده، اخش نام ليه؟ ولا تعبان ولا اي حاجه. يا نام يا دولة. في ايه انا اتخضيت في ايه؟ رمزي كنت عايز اسالك سؤال، هل يا ترى حاسس ان انت عندك صداع نصفي مؤقت؟ انا حاسس ان انا جعان، عايز افطر يا دول، عايز افطر. الحق يا عادل ده لسه عايز يفطر. وفيها ايه؟ فيها ايه؟ اي حد بيبقى مثلا هيعدموه ولا حاجه قبل ما بيموت على طول، وقبل ما يعدموه بيسالوه نفسك في ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي يا رمزي نفسك في ايه؟ نفسي ابطل سجاير. بطلها رمزي، بطلها رمزي. كان عندي سؤال تاني، هل انت للاسف حاسس بان انت عندك عمى مؤقت مزمن؟ مؤقت مزعن؟ ايه ده دول؟ انا مش فاهم حاجه. دول ايه رانيا بتقول ايه؟ لا مش مهم، خش انت مود خش انت نام دلوقتي، خش نام. لا يا دول بص انا بقى مستني واحد صاحبي كده علشان هيجيب لي اشاعه بتاعتي. الاشاعه بتاعتك؟ الاشاعه. قصدك دي يا رمزي؟ ايه ده؟ ايوه هي دي صح. ايه اللي الاشعه دي؟ ايه اللي جابها هنا؟ ليه كده يا سناء؟ ليه كده؟ يلا بقى يا اخي خلصنا، خليه يعرف الحقيقه العاريه، يعرف ان هو هيموت دلوقتي في اللحظه دي حالا ونخلص بقى. انا عندي معادي يا جماعه. ايه ده؟ مين اللي هيموت ده؟ دول مين اللي هيموت؟ انت يا بني ادم اللي هتموت. انا هموت؟ انا؟ صراحه يا رمزي ايوه انت هتموت يا رمزي. ايه ده؟ مين اللي قال كده دولا؟ مين اللي قال كده يا جماعه؟ الدكتور هو اللي قال كده، وباماره الاشعه دي كمان اثبتت ان انت هتموت يا رمزي. يا جماعه ما تحزنوش قوي كده، الاشعه دي مش بتاعتي يا دولا، الاشعه دي بتاعت المرحوم ابويا الله يرحمه يعني، فانا قلت الواد سرنجه يجيبها لي عشان احطها بقى صوره كده، وما عنديش صوره لابويا. يعني انت جايب اشعه بدل صوره ابويا؟ انت مش هتموت. لا يا دولا، ده ابويا يا دولا. يا عم خضتوني بقى، انا عايز افطر بقى دلوقتي. امشي. لا تمشي، وده كلام، هنفطرك. هات الاشعه دي بتاعت ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. وانت عايز تفطر؟ ايوه دول بقى. الحق يا جماعه رمزي عايز يفطر.